أهلا بكم من جديد، نقلب معكم على مدى ساعتين عددا من الملفات، ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة ليلة من السودان، حيث أكد المشاركون في قمة إيجاد التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الأزمة في السودان، أكدوا على أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأنه يجب بذل الجهود الكفيلة بإقناع قادة طرفي الصراع بالجلوس وجها إلى وجه على طاولة مباحثات لإنهاء الأزمة. وفيما قاطع وفد الجيش السوداني لاجتماعات احتجاجا على رئاسة كينيا، عقدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مالي في اجتماعات مع ممثلين عن الأطراف السودانية ومع أطراف إقليمية لبحث الأزمة. فهل تجد مخرجات قمة إيجاد حول السودان طريقها إلى التنفيذ، أم أنها ستكون كسابقتها؟ وذلك بعد اعتراض الجيش السوداني على رئاسة كينيا للقمة، وكيف تؤثر علاقات الطرفين الدولية على مساعي حل الأزمة، وكيف تساهم واشنطن أيضا في الوصول إلى حل؟ مساعا إفريقية تدعمها جهود أمريكية لاحتواء الأزمة السودانية وتداعياتها. أديس أبابا استضافت اجتماعا جديدا للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد بهدف بحث الأزمة السودانية وبذل محاولة جديدة للتوصل لاتفاق على وقف الأعمال القتالية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بيد أن شبح الإخفاق خيم على اللقاءات منذ البداية جراء مقاطعة الجيش السوداني لها اعتراضا على رئاسة كينيا للجنة إيجاد الرباعية. ووفقا لمصادر عسكرية، فإن الخرطوم تتهم نيروبي بالانحياز الواضح لجانب قوات الدعم السريعة، وبأنها تضع على أجندة اجتماعات إيجاد الاعتراف بقوات الدعم السريعة كطرف موازن للجيش السوداني، وهي مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا وفقا للمصدر العسكري. الاجتماعات انتهت إلى التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، الأمر الذي يستدعي تركيز الجهود لإقناع قادة طرفي الأزمة بالجلوس وجها إلى وجه على طاولة مباحثات للبحث في سبل الحل. كما حث المجتمعون طرفي الصراع على وقف العنف فورا والتوقيع على اتفاق جديد وغير مشروط لوقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما جاء في نص البيان الختامي. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في كانت استبقت اجتماعات إيجاد بسلسلة من اللقاءات في أديس أبابا مع أطراف النزاع في السودان، عدا عن عقد لقاءات مع أطراف إقليمية لبحث الأزمة السودانية وسبل منع انتقال تداعياتها لدول الجوار الإفريقية التي تعاني من تدفق النازحين الفارين من القتال عليها. جهود احتواء الأزمة السودانية تصلها مصر بعد إثيوبيا التي تتخوف من تداعيات الصراع في جارتها الجنوبية على أمنها، حيث أعلنت القاهرة عن استضافة قمة منتصف الشهر الجاري لبحث وضع مسارات سلمية لإيجاد حلول للصراع المشتعل في السودان منذ 3 أشهر. مساعي دبلوماسية تتواصل على وقع استمرار القتال في السودان، حيث تشهد العاصمة الخرطوم ومدن أمدرمان وبحري اشتباكات عنيفة بين الطرفين اللذان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في قصف طال أحياء سكنية في أمدرمان، فيما تسبب القتال حتى الآن في مقتل ما لا يقل عن 3000 شخص ونزوح أكثر من 2 مليون شخص. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن الأكاديمي والباحث السياسي السوداني صديق الغالي، كما ينضم إلينا من دبي الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور ياسر محجوب الحسين. أهلا بكما على شاشة الحرة. أبدأ معك أولا دكتور الحسين، برأيك هل أهدرت فرصة جيدة للدبلوماسية بين طرفي الصراع بسبب رفض الجيش السوداني الجلوس إلى طاولة التفاوض؟ نعم، أنا أعتقد أهدرت فرصة ولكن بسبب موقف دول الإيجاد، وهي يعني لم تستجب لطلب الحكومة السودانية، وأنا أعتقد هو كان طلب واقعي وموضوعي بتغيير رئاسة اللجنة برئاسة كينيا، لأن للسودان تحفظ على الرئيس الكيني وتعتبره غير نزيه وغير محايد. المندوبية الحكومة السودانية وصلوا أثيوبيا لأنهم كانوا يعتقدون لآخر لحظة يمكن أن تستجيب دول الإيجاد لهذا الطلب، ونعتقد كان الطلب موضوعيا وبسيطا إذا كانت دول الإيجاد حريصة على إيجاد حل لهذا الإشكال. يعني
طيب ابقى معي واتحول الى العاصمه الامريكيه واشنطن من جديد. ارحب بضيفي الاكاديمي والباحث السياسي صديق الغالي. لاي مدى تتفق في هذه الرؤيه او تختلف معها؟ شكرا لكم وشكرا للمتحدث ايضا. انا لا اتفق مع هذا. اولا ما حدث الان في اثيوبيا هو اثبت تماما ما كنا نقوله منذ بدايه الازمه. انه ما يحدث الان هو نفس لعيب الاخوان المسلمين التي بدات 1989، فمره صراعهم مع اوكامبو، ومره اخرى صراعهم مع الامبراطوريه الدوليه، ومره اخرى صراعهم مع كينيا، ثم صراعهم مع الثلاثيه، ثم الرباعيه والايجاد، ويعني ثم مع فولكلر. فهذه لعيب الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون الان يريدون شيء واحد، الاعتراف بهم ليجلسوا في طاوله المفاوضات، وهم في النهايه سيبيعون الجيش. الجيش لا يمتلك هذا القرار. انا زلت اقول هذا منذ البدايه، انه الجيش لا يمتلك القرار، يمتلكه الاخوان المسلمون. وكلما هناك اعلن البرهان الموافق على هدنه، ياتي الاخوان المسلمون فيغرقوا هذه الهدنه، ثم يطالبون مره اخرى. يعني هذه المساله استمرت تماما. اتوقع انه اذا كان اليوم وافقت هذه الوساطه بقبول الاخوان المسلمون كمفاوض رئيسي، غدا سيلتزمون تماما بوقف اطلاق النار، سيلتزمون بالمفاوضات. هذا ما يساله الاخوان المسلمون انا في رايي. طيب ابقى معي واعود مره اخرى الى الامارات العربيه المتحده. دكتور الحسين، يعني تشارك معي في هذا الطرح، ماذا لو جلس الجيش السوداني على طاولة التفاوض والتي تضم العديد من الدول ليس فقط كينيا، وطرح الرؤية الخاصة به؟ على الأقل لن يتهم بأنه أفشل المفاوضات. يعني نحن نعلم عن أي وساطة إذا أرادت أن تنجح هذه الوسطاء، إذا أرادت أن تنجح هذه الوسطاء، لا بد أن كلا الطرفين المتنازعين أن يوافقا على هذه الوساطة. فإذا كان هناك طرف ما لم يوافق على هذه الوساطة أو لديه تحفظ، فلا يمكن أن يعني تنجح هذه الوساطة. وأنا أعتقد كما أسلفت أن الطلب بسيط، وأن الجيش هو يمثل الدولة السودانية، ولا صحة للحديث الذي ظل المتحدث من واشنطن يردده ويحاول يعني متحدثا نيابة عن ميليشيا الدعم السريع أن يستعطف المجتمع الدولي وأن يدخل هذا الأمر. ليس هناك أخوان مسلمون في الجيش، والجيش وطني، الجيش يمثل كل الشعب السوداني، ووجد يعني دعما كبيرا جدا. قبيل أسبوعين تقريبا خرجت مظاهرات عارمة، يعني شملت جميع المدن السودانية ومدينة الخرطوم، واستجاب لدعوة الجيش بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. أنا أعتقد هذه الوساطة أبسط شيء لم تدن ميليشيا الدعم السريع، التي العالم كله يشاهد التطهير العرقي الذي تقوم به في دارفور، الاغتصاب، احتلال بيوت المواطنين داخل الخرطوم، احتلال المستشفيات، كل ذلك يتم والعالم يراقب. الوساطة السابقة أيضا فشلت في أن تلزم هذه الميليشيا أن تخرج من المستشفيات، وثم يحدثونك عن المساعدات الإنسانية. هذه المساعدات الإنسانية تشمل الأدوية، فكيف تصل هذه الأدوية وهذه الميليشيا تحتل هذه المستشفيات وتجعل منها سكنات عسكرية وتقتصر؟ ولكن دكتور الحسين، ألا تتفق معي أن اللجوء إلى هذه الوساطة لا تدين هذا الأمر الواضح؟ طيب دكتور الحسين، يعني ألا تعتقد أن السودان في هذه المرحلة بحاجة إلى وساطات سياسية، وساطات دولية، لأن أحد الطرفين لم ينجح حتى هذه اللحظة في حسم الصراع لصالحه؟ السودان بحاجة إلى وساطة نزيهة، ووساطة محايدة، ووساطة تقول للمخطئ أنت مخطئ. فإذا لم تنجح هذه الوساطات في هذا الأمر، لا يستطيع السودان أن يوافق على هذا الأمر. ونعلم أن هذه دول الإيجاد الآن، رئيس الإيجاد ورئيس دولة جيبوتي لم يحضر هذا الاجتماع. الرئيس، رئيس جنوب دولة السودان وهي دولة جارة ولها اهتمام بالوضع في السودان، لم يحضر. الرئيس الأريتري أفورجي أيضا لم يحضر، وله رأي سبق لهذه القمة، وقال أن الشأن شأن داخلي. وحتى وزارة الخارجية الأمريكية
أصدرت بيان وقالت لا يجب أن يكون هناك تدخل دولي، هذه الدول تتدخل، لأن عندما رفض السودان أن يحضر هذه الاجتماع خرج الرئيس الكيني وقال أن هناك فراغ في السودان ويجب تغيير الحكومة في السودان. من يقبل هذا الأمر؟ هذا تدخل في الشؤون الداخلية، وهذا دليل على أن ما زال القادة الأفارقة لا يستطيعون أن يتعاملوا بطريقة دبلوماسية مع مثل هذه القضايا. وضحت وجهة النظر الخاصة بك مرة أخرى. أعود إلى ضيفي من الولايات المتحدة سيد صديق الغالي، يعني لو نظرنا إلى الأمر بصورة أوسع أو بشكل أكبر، إلى متى ستظل ربما العلاقات أو الانقسامات ما بين طرفي الصراع وعلاقات طرفي الصراع في السودان مع دول أخرى سواء إفريقية سواء غيرها تلقي بظلالها الرمادية على حل هذه الأزمة؟ شكرا جزيلا. أولا أنا أستغرب أولا من حاجة معينة، يهتم الأخ المتحدث بأنه قوات الدعم السريع دخلت المنازل، في حين انه القوات يعني بالامس تم ادانه الجيش ومقتل اكثر من 60 شخص، فهو يهتم بالمباني ولا يهتم باصلا بالانسان السوداني، وده ما يتعرض له الشعب السوداني منذ 89 عمليه بتاعت حروب يعني في كل مكان. يتحدث انه هذا الجيش يعني عنده دعم من كل انحاء الشعب السوداني، وهو ناسي انه الجيش هو مدان في جرائم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في الامم في محكمه جرائم الحرب الدوليه. انا في رايي انه الدعم نزيه وطرف يسعى إلى الانتقال الديمقراطي المدني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والثلاثية والرباعية والإيجاد وبمشاركة معظم الأحزاب السودانية في الداخل. كما ظللت أكرر أنه هذه هي ألعاب الإخوان المسلمين منذ 89 عام. وضحت وجهة النظر الخاصة بك في هذه النقطة، ولكن نعم. فقط ربما لنزاهة صحفية ينبغي القول أن الفيديوهات الصادرة عن الطرفين تثبت إدانة كل طرف على حدة أو تثبت التفوق العسكري لكل طرف على حدة، وربما لا يتمكن الصحفيون في معظم أنحاء العالم من التوثق من هذه الأنباء المتداولة من الطرفين. لذلك إذا تكرمت بعد أن أوضحت لنذهب إلى هذه النقطة التي كنت أتحدث عنها. نعم، ممكن تردد السؤال مرة أخرى. طيب، كنت أتحدث ربما عن العلاقات الدولية لطرفي الصراع. يعني نجد في هذه المرحلة أحد الأطراف أو الدول سواء دول إفريقية أو غيرها ينحاز إلى أحد طرفي الصراع على حساب الآخر. إلى أي مدى يمكن لهذه ربما الفرقة أو الانقسام أو التأييد أن يلقي بظلاله الرمادية على حل الأزمة؟ لا تجد أي طاولة تفاوض طريقها إلى النور في هذه المرحلة. نعم، شكرا جزيلا. هذا هو السؤال الجوهر. أولا، المجتمع الدولي ألف تماما ولديه خبرات طويلة في التعامل مع الإخوان المسلمون، فالإخوان المسلمون لا يخضعون إلا بعد الضغط. يعني غوف الإسلام هو المفاوضات في إثيوبيا وضعت أن هناك عدم وجود تمثيل في المفاوضات، وبالتالي وقوف الدول الآن في جانب الحل هو ده الذي يضع الجانب الآخر. أثبت الدعم السريع بصورة لا شك فيها أنه يسعى للحل ويسعى للتفاوض ويسعى للنقطة بحيث أنه يصل للحل. أما الجانب الآخر فهو لا يريد هذا، فهو اليوم قد يقول لا يريد كينيا، بالأمس قال لا يريد فوكلر، وباليوم وغدا قد يقول أنا لا أريد الوساطة السعودية الأمريكية، وهكذا. وهذا هو تلاعب. كل ما في الأمر أنا في رأيي أنه دعوة الإخوان المسلمين للمفاوضات وستحل الأزمة بناء على ذلك. هم يسعون إلى الاعتراف، وبالتالي يعني يطولون هذا الحرب، على الأقل يجد لهم فرصة يجلسوا في طاولة الحوار والاعتراف أن يكون لهم وجود في مستقبل السودان، وهذا ما لا يريده غالبية الشعب السوداني. طيب، أذهب مرة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة دكتور الحسين. إلى أي مدى يمكن دكتور الحسين للأطراف الدولية أن تقوم بضمان هذه الجولات من التفاوض؟ أتحدث عن أطراف دولية ليس عن أطراف إفريقية. يعني الأطراف الدولية لديها واجب ولديها يعني التزام بالقانون الدولي والتزام تجاه ما يجري داخل السودان، وهو أن تتحدث بصراحة عن وتدين هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع، وهذا المحاولة التي
قامت بها ميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل، محاولة الانقلاب على الدولة واستخدام قوات متعددة الجنسيات لهذا الهدف. ولذلك إذا قامت هذه الأطراف الدولية بتحديد هذه النقطة وطلب من قوات أو ميليشيا الدعم السريع الخروج من المستشفيات، الخروج من بيوت المواطنين، يمكن أن تنجح هذه الوساطة. الجيش الآن لا يمثل أخوان مسلمين أو يمثل أي تيار سياسي، الجيش الآن يمثل الشعب السوداني، هذا الشعب الذي جاء إلى القيادة العامة لقوات الجيش في 11 أبريل وطلب منها استلام السلطة من النظام السابق. وإذا كان الشعب السوداني يرى أن هذا الجيش يمثل أخوان المسلمين لما جاء هذه الجموع وتلك الملايين في ذلك اليوم لطلب استلام السلطة من النظام السابق. أرجو الذين يتحدثون والذين يحرصون على الحل في السودان أن لا يخلطوا الأمور وأن لا يأتوا بأشياء ملفقة حتى يعني تجعل الوضع ضبابيا وتجعل الوضع غير قابل للحل. طيب، ما الذي يتطلبه الأمر دكتور الحسين لموافقة الطرف الخاص بجيش السوداني بالجلوس إلى طاولة التفاوض؟ يعني الجيش السوداني يريد أن هذه الوساطة أن تكون نزيهة، هذه الوساطة تريد بشكل واضح إنقاذ ميليشيا الدعم السريع التي الآن الجيش قد وشك على حسمها وطردها كليا من الخرطوم ومن مناطق النزاع. الجيش يريد أن للمجتمع الدولي وهؤلاء الوسطاء أن يدينون التطهير العرقي الذي تقوم به ميليشيا الدعم السريع حتى ويساعد الممثل الشرعي للدولة السودانية وهي الجيش السوداني وهي مؤسسة شرعية لمساعدتها لاستتباب الأمن وإدانة محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية. هذه الأشياء إذا توفرت لدى دول الإيجاد ولدى دول الوساطة يمكن للجيش السوداني أن يوافق على هذه الوساطة. دعني أحمل كل هذا الطرح الذي تقوله وأذهب به إلى ضيفي في الولايات المتحدة سيد الصديق الغالي. هل هذه الشروط إذا توافرت من قبل الجيش السوداني في طاولة التفاوض سيقبل بها أو ستقبل بها قوات الدعم السريع؟ الدعم السريع دائما يجلس للمفاوضات للبحث عن حل، لكن الحكم على الآخر أنه هذا نزيه وهذا غير نزيه هذه الشروط تعجيزية. فإذا استمر هذا الوضع مثلا، إذا هم الآن اعترضوا على فوكلر أولا ثم اعترضوا مرة أخرى على الآن على كينيا اللي هو رئاسة الإيجاد وغدا يعترضون على الشخص الثالث ورابع، فإذا استمرت هذه العملية واتبع الدعم السريع نفس السياسة أنه يعترض على هذا وذاك فأزمة السودان ستطول. المطلوب هو الجلوس ومناقشة القضية الجوهرية هو وقف الحرب والانتقال السلم الديمقراطي وخروج المؤسسة العسكرية اللي هو من العملية السياسية. أنا أظل أردد هذه الكلمة تماما أنه الإخوان المسلمون يريدون أن يجلس أن يجد لهم مقعد في هذه المفاوضات، وبالتالي يختلقوا هذه الأزمات وهم في النهاية سيرمون بالمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية الآن ليس لها قرار، نحن لا نعلم من يوافق على هذه العمليات ومن يتخذ هذه القرارات، هل اتخذها البرهان؟ لا نعلم ذلك. وبالتالي المطلوب أولا أنه خروج اللي هو أو ضمان دخول الإخوان المسلمين في المفاوضات وبصورة واضحة، ويجب أنهم يطلبوا منك بصورة واضحة أنه ضم الإخوان المسلمون لهذه المفاوضات. الإخوان المسلمون هم سبب مآسي كل هذه البلاد. اللي هو يتحدث أنه الشعب السوداني جاء للقيادة العامة، المذابح حصلت القيادة العامة، المذابح حصلت أمام القيادة العامة والقيادة العامة قفلت أبوابها. القيادة العامة هي التي أدينت هي التي أدارت الحرب في كردفان وفي النيل الأزرق وفي الشرق وفي دارفور، وهي التي أيضا فصلت جنوب السودان. بالتالي الحديث أنه هذه القيادة الجيش أو الإخوان المسلمون يمثلون الشعب لا مجال له. نحن نريد
أن تخضع كل هذه العملية لخيار الشعب السوداني، وقف الحرب وإعطاء الخيار للشعب السوداني يختار الحكومة التي تريد يريد أن تحكم. وضحت وجهة النظر الخاصة بك، شكرا لك ضيفي، كنت معي مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والباحث السياسي السوداني صديق الغالي. الشكر كذلك موصول لضيفي من الولايات المتحدة الصحفي والمحلل السياسي السوداني الدكتور ياسر محجوب الحسين، كنت معنا مباشرة من دبي. وللحديث أيضا عن الجهود والمساعي الأمريكية وأيضا المشاركة الأمريكية في إيجاد، ينضم إلينا من واشنطن السفير الأمريكي السابق والباحث في شؤون القرن الأفريقي ديفيد شين. أهلا بك على هواء الحرة. يعني ربما السؤال الأبرز هو ما هو دور الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ الولايات المتحدة يبدو أنها تحاول إحياء فكرة تشجيع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بجهود مع السعودية لم تتوقف، ولكنها تعطلت لفترة من الوقت، ولكن هذه هي الأولوية الآن. هناك فريق في الخرطوم الآن، وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة تريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء السودان، ولكن هذا لن يحدث إلا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار واستعداد من كل الأطراف لإنهاء القتال، والقتال من الواضح أنه لا ينتهي. ولكن حتى هذه اللحظات ربما استمعت إلى الحوار مع ضيوفي قبل دقائق، يبدو أن الشروط تعجيزية لكل من الطرفين. أنا أتفق مع هذا، ولا أرى أي تنازل من أي طرف أو استعداد للتوصل إلى حلول وسطية. هناك طرف يلوم كل شيء على الإخوان المسلمين، والطرف الآخر يدعي أن الآخر لا يمثل أي أحد في البلاد، ولا يوجد الكثير الذي يمكن الحديث عنه لسوء الحظ. ولكن من الضروري جدا أن قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن يأخذوا بعين الاعتبار هموم واحتياجات الناس. وأنا أحاجج وأقول لا أحد منهما يعتمد ذلك، الكل يسعى وراء مصالحه، أما هموم الشعب السوداني فهي شيء ثانوي بالنسبة لهم. طيب، وإذا استمر الطرفان في رفض ربما ما تقوله أنت، في رفض استيعاب حاجة الشارع في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها، هل من دول ربما أو هل لدور من الولايات المتحدة أن تقوم به لإجبار أو لحث أو للضغط على أطراف الصراع للجلوس إلى طاولة تفاوض؟ أنا متأكد أن الولايات المتحدة والسعودية وبعض الدول الأخرى ستستمر في عمل ذلك، ولكن من الواضح أن هذا لم ينجح حتى الآن، ولا توجد مؤشرات أن هذا سينجح في المستقبل القريب. أنا شعرت بالحيرة من البيان الذي خرج علينا مؤخرا من أديس أبابا، والذي يوحي بأن القوات الإفريقية تنظر في إمكانية وضع قوات في السودان. هناك الكثير من المشاكل مع هذا. أولا، ليس من الواضح أن هذه القوة الإفريقية لديها المعدات لإحداث فرق في السودان اليوم. أيضا ليس من الواضح أنهم مستعدون لإرسال أي قوات ذات مغزى. فكرة أن أعضاء الإيجاد هذه الفكرة قدموها هم. طيب، المبادرات التي تتحدث عنها ربما المبادرة الأمريكية السعودية، هناك مشاورات أيضا تم الإعلان عنها منذ الأمس من العاصمة المصرية القاهرة، ما الذي يمكن أن يشكل فارقا في كل هذه المبادرات إن كانت ربما كل طرف من الأطراف تجد أحد أطراف الصراع عليه اعتراضه؟ إلى أن يأتي الوقت ويكون هناك وسيط دولي مقبول لدى الطرفين، لن يكون هناك أي تقدم
ملحوظ. مصر هي مشارك مهم لأن لها علاقات مع القوات المسلحة السودانية، وهذا يعني أنها ستعارض من قبل قوات الدعم السريع، وبالتالي ستكون هناك مشكلة تتعلق بانخراط مصر. كلما ازداد عدد الأطراف المنخرطة يمكن القول أن هذا إيجابي، ولكن في نهاية المطاف أحد هذه الجهود يجب أن يصل إلى النجاح وأن يشجع على وقف إطلاق النار وإقناع المتحاربين بالانخراط في وقف إطلاق النار. ولكن حاليا هناك تشاؤم من أن أحد قادر على ذلك. طيب دعني أتوقف عند ربما طلب الحكومة السودانية، ذلك الطلب الذي أتى منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة رئيس الإمارات ورئيس كينيا لهذه اللجنة. يعني رأى ضيفي من الإمارات العربية المتحدة أن هذا الطلب يبدو منطقيا، هل يبدو منطقيا برأيك؟ إلى حد ما أعتقد أن الإنسان ببساطة يطالب بتغييرات إجرائية، ولكنها لا تقدم إلى الأمام الموضوع العام. وإلى أن نصل إلى وقت الطرفان القوات المسلحة والدعم السريع تكونان أو يكونان مستعدان للعمل بالأصالة عن الشعب السوداني، فلن يكون هناك الكثير من الأشياء الإيجابية. محاولة التفاوض للتوصل إلى أفضل وسيط من طرفك، هذا يعني أن هذا الوسيط ليس جيدا بالنسبة للطرف الآخر، وفي رأيي هذه ليست الطريقة المثلى للتقدم إلى الأمام. الطرفان يجب أن يصل إلى نتيجة أن ما يفعلانه ليس من مصلحة الشعب السوداني ولا السودان، وأن عليهما مقاربة الأمر بطريقة مختلفة كلية. شكرا لك ضيفي من واشنطن السفير الأمريكي السابق والباحث في شؤون القرن الأفريقي دافيد شين، كنت معنا مباشرة على هواء الحرية.